نقول للناس ان نبي نروح تايلاند ناخذ اجازه 3 أيام بعد التصوير. حلو. شنو قالوا لنا؟ شنو؟ ما يكفي، لا ما بسوسول. صح صح. حللنا ام اليومين دي يعني من الصبح لليل برامج. سفرة ما خططنا حق ولا شيء فيها. عادي ندش شيء ما يطردوننا. اليوم رايحين جزيرة فيفي آيلاند. فيفي آيلاند عطونها وردي. بس اليوم مو نفس أمس. بس اليوم قلنا بنجرب الرخيص. اللي هو قارب الخشب ولا الماكينة تخترب. لا. اليوم شنو؟ هذا شوفوا. أنا قايل لك نجرب الشعبي. نروح متواضعين. فايق بنيهم بالفلوس الجخ على قولتك. استعقل شارع الخليج وتمشي على البحر. ولعت عليها. احنا وين زين ولعت عليها؟ احنا مع السبلان. وصلنا الى جزيرة السبلان على قولته. جزيرة الشواذي. يعني الشواذي منقين المكان نقوى ما شاء الله لا اله الا الله. شوفوا المكان ايش حالاته، شوفوا ايش حالاته عايشين فيه الشواذي. المكان جبار ما شاء الله لا اله الا الله. بس يقول لك لازم تكون حذر بالتعامل معاهم لان ممكن يهجمون عليك باي لحظه. شوف عمر الحاج اخاف عليه. خرعك اخي. ايه خفت عليه صح. البوانيش او الاخوت هني. بوانيش مو الناس يقول بوانيش. شنو هما؟ بانوش. نفس العنبلوس. لا 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 بانوش. شنو يسمونه؟ بوم. الجزيرة اللي تو وصلنا لها تعتبر واحدة من جزر فيفي، بس انها هي صايرة مو بس جزيرة خالية ما فيها شيء، لا شوفوا فيها فنادق وبيوت ناس ساكنة عايشة هني. فاحنا بنتغدى الحين، جايبيننا هني نتغدى. يقولون في بوفيه داخل هذا الفندق. واللي حاطي الاكل بتايلند انه يكون حلال ولا مو حلال، انه يلقى اكل ياكله ولا لا، هني حاطين لافته شكبرها ان الاكل حلال، فتاكل انت مطمن، مو قاعد تاكل عقارب وما ادري شنو السوالف. وهذا مفسخ وقاعد يرش ماي. ليش ترش علي؟ وين هدومك انت؟ شفت لما اقول لكم لو شنو جوك راح تلقاه هني؟ بي بي ساند سي فيو ريزورت. الريزورت هذا عباره عن اماكن مثل اكواخ تاجرها جبال البحر على طول، يعني اذا لفيت شنو قدامك؟ بطحوت قدام الناس بالشارع قدامهم البحر بالضبط. شوفوا يا جماعة حق اللي يحبون الروك كلايمينج، عشان توصل حق الفيو لازم تتسلق هذا. شلون نصعد الحين؟ ما نطيح؟ لازم تتسلق. بعد باقي وقت. حكي موني الحكي انه اوكي خلنا نفرض وصلنا. خلنا نفرض وصلت فوق للنهاية. النزلة شلون؟ لا تقول يا ريت تنزل هذا مرة ثانية. طعمه غريب.
ما تدري شنو هو. الله يا رحلة فيفي آيلاند جبارة يعني، بس جد جد أنصح فيها. الرحلة عملت أمس واليوم اللي هي سيفن آيلاندز وفيفي آيلاند. هي فيفي ولا بيبي؟ بيبي يسمونها. أي واحدة عندك أفضل؟ لا ما هذه اليوم. أنا استمتعت الأمانة بالثنتين، مع أن كنت مستعسر في البداية رحلة أمس بسبب الموقف اللي صار. يا بس we need our money back really. نقلل الناس إنه نبي نروح تايلاند نأخذ إجازة 3 أيام بعد التصوير. حلو. شنو قالوا لنا؟ شنو؟ ما يكفي لا ما بسأسون. صح. حللنا أم اليومين ذي. حللناهم يعني أنت. يعني من الصبح لليل برامج. إحنا في هالسفر كنا نقوم أول ناس وننام آخر ناس. 3 أيام يمديك تسوي كل شيء. وفي نقطة وايد مهمة، معتقد وايد ان تايلاند ما تصح حق عوائل. هالسفرة اكتشفنا بالعكس وايد عائلية، تبي فنادق، تبي بحر، تبي وناسة، كل شيء متوفر. كل شيء متوفر فتصلح للشباب والعوائل، واسعارها جدا ممتازة ومناسبة. رخيصة رخيصة حيل حيل رخيصة. اهم نقطة تكرم الحمام. الحمام في هوز. في هوز يعني بعد الدول الاجنبية لما تروح وياك بطلك ولا اختراعات شوتينج ذا سايد. صورهم هاي هني كل الناس يدوروا الربع، فيلا احنا اشروا لنا بنروح نصور وياهم. How are you? Good. Where are you from? I'm from Kuwait. Kuwait. This is the first person I've ever met in my entire life from Kuwait. I've traveled like 30 countries. Do you know where Kuwait is? I'm from America. I don't know where Kuwait is. Holy s***. My first Kuwait, what's your name? Abdul. Abdul. Peter. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too, Peter. I'm half Thai. Enjoy your time, man. Have a nice day. شيء بالسفر انك لما ترجع تدري ان في لجنة استقبال بانتظارك. وانا هذيلة وي 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 من وراي من احمد وين هذا؟ وين قاعدين انتو؟